صراحة لا يخفى على الشعب العراقي بأنه كل عملية سياسية لا تخلو من الصراعات الداخلية، إن كانت على مستوى الصراع الداخلي في النظام السياسي الفردي أو طبعا. الجماعي. إلى الآن هي الأمور مستقرة بحكم نظام سياسي مستقر، جي لأنه هنالك حكومة وحكومة قوية تعمل من أجل الخدمات، بسط الأمن موجود، الكثير من الأمور من القضاء على الفساد أصبح يعني تم تقويضه تقريبا، لا سيما أن هناك الكثير من الذين استردت أموال منهم، وأيضا شخصيات تم الدعاء أو التداعي بهم وإعادتهم إلى العراق، وأيضا هناك شخصيات لا زالت مطلوبة وفق القانون العراقي ووفق القانون العالمي. أيضا أنا أعتقد بأنه الأمور إلى هذه اللحظة مستقرة تقريبا، جميع ائتلاف إدارة الدولة متفق على أن تكون هنالك انتخابات. استقرار نسبي لو استقرار دائم؟ هسه احنا قلت لك ماكو استقرار دائم في العملية السياسية أبدا، لا تتوقع. ليش ما نحقق الاستقرار الدائم؟ وين المشكلة أن يكون هناك استقرار دائم؟ الشارع لم يتهيأ الآن استقرار الشارع. لا أصلاً علي ما تحدث عن الشارع، المنظومة السياسية الآن هي حاكمة، كل الأطراف مشتركة الآن، المنظومة السياسية مستقرة الآن، المنظومة السياسية مستقرة. عندنا تجربة كركوك وما أفرزته من مواقف. هاي تداعيات سياسية موجودة اليوم، بعض الكتل السياسية تحاول أن تجد الثغرة لإيجاد مشكلة، وهذه المشكلة أكيد تعمى على الشارع العراقي بصورة عامة. بس اليوم إذا صارت مشكلة في الأنبار تعمى على الشارع العراقي بصورة عامة، وكذلك كردستان. قضية كركوك قضية يجب النظر إليها بحذر، يعني أولا هي قضية عراقية صرفة، اثنين مزجت ما بين المقر وما بين الأموال، يعني جعل لها باب ثاني باب آخر للدخول إلى مشكلة. أنا أعتقد بأن الحكومة حكيمة وقادرة على أن تنزع هذا الفتيل وأن تبسط الأمن في ذلك المكان، كونها السوداني حكومة حكيمة. نعم حكيمة، حكومة حكيمة.